بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير مولانا رب العالمين. حياكم الله جميعا يا أكارم معالم أمريكا تحت شعار Study Smarter Not Harder. بنحاول قدر الإمكان نتبع أي أسلوب ممكن يسهل علينا دراستنا، بحيث إنه نطلع من المحاضرة فاهمين عشان يسهل علينا الحفظ. بعدها كمان نروح نحل الأسئلة اللي بتنحط على كل محاضرة عشان برضو نختبر مستوى فهم المعلومة عندنا، عشان بعدها أي شيء مش واضح نرجع نسأل عنه ونوضحه مع بعض. تمام؟ بإذن الله راح تكون هاي المحاضرة سهلة. هاي المحاضرة اسمها Functional Groups، هي عبارة عن المجموعات الوظيفية. هاي المحاضرة تعتبر أيضا Introduction من محاضرات الانترودكشن الخاصة بمادة البيوكيمستري، تعطيك نبذة عن كل شيء، فهي تشرح لك شيء عن كل شيء. تمام؟ لذلك هي سهلة. فبإذن الله تعالى لما نمشي بالمادة لقدام وتيجوا عند الامتحان بدكم تراجعوا المحاضرات، هاي المحاضرة ما راح تاخذ منكم 5 دقائق، خلاص راح تكون بالنسبة لكم سهلة لأنه معلوماتها راح تكون مكررة. طيب؟ حطيت لكم بآخرها كويز برضو، بتمنى تحلوه وتوردوني إجاباتكم. وأنا بإذن الله زي ما تعودنا أي شيء خلال الشرح بيجي كأسئلة أنا راح أحط لكم عنده نجمة أو أحكي لكم إنه أكتبه عنده مهم، عشان بإذن الله عند المراجعة ما تصرفوا أي وقت كبير، خلاص على السريع تراجعوا أهم النقاط وخلاص. زي ما حكيت لكم أنا راح أعمل أي شيء ممكن يسهل الدراسة، فأنا شو سويت؟ مسكت أستاذ الدكتور عدت ترتيبه بطريقة، أنا مسكته وحطيته على وورد، بعدين لونت أبرز الكلمات، بعدين حطيت بالجدول هذا الكلام نفسه بس رتبته على شكل الجدول عشان نعرف نحفظه ونقدر نقارن. مثلا لو قلت لكم اللي هيدروفيلك بلون زهري على سبيل المثال، هيدروفوبيك بلون ازرق، ابرز الامثله والكلمات بلون معين، راح الفت النظر لهذا الكلام. ماشي؟ لكن ما بدي تخاف لما تشوف جدول، هذا الجدول اسهل لك. يعني انت لازم لو اني انا ما عملته بعد ما خلصت المحاضره كدراسه تروح تعمل انت هذا الجدول. تمام؟ فأنا ما اخترعت الذرة، أنا بس رتبت لكم المعلومات بطريقة تسهل الحفظ. بعد ما رتبتها أنا رحت ضفت خلاصة بهذا الجدول وهذا الجدول، لأنه هاي مهمة بتيجي أسئلة وهاي مهمة بتيجي أسئلة، هاي عبارة عن تجميع على اللي فوق. ماشي؟ رح نذكر هذا الكلام. فأنا كان هدف كلامي أوضح لكم إنه ما حدا يخوفكم من فكرة الملفات، إنه هاي ملفات مختلفة عن ملفات الكلية، هذا الكلام خطأ. ماشي؟ هاي الملفات مش مختلفة عن ملفات الكلية، هاي نفس ملفات الكلية لكن معاد تنسيقها. طيب؟ إعادة التنسيق لصالحكم، وهاي ميزة تمتاز فيها منصة تمديد. تمام؟ فما حدا يخاف من أي شيء بخص هاي الملفات، على أساس هاي شيء راح تدعوا لنا بإذن الله لما تدرسوا. ما بدي اطول في الانترودكشن اكثر من هيك، بسم الله نبدا. زي ما اتفقنا كلمه فانكشنال جروبس هي المجموعات الوظيفيه. طيب شو تعريفها؟ هون بدنا نكتب اول كلمه مهم، بيجيني سؤال all of the following about functional groups are true except، وبجيب لك والله تعريفها. تمام؟ طيب شو تعريفها؟ functional groups are specific groups of atoms or bonds within molecules، يعني هي عباره عن مجموعات وظيفيه، يعني مجموعات خاصه بين الذرات والروابط لجزيئات معينه. That are responsible for، هي مسؤولة عن إيش؟ responsible for characteristic chemical reactions of those molecules، يعني أي جزيء بده يصير فيه من خلاله تفاعل أو بده يتفاعل مع جزيء آخر رح يتفاعل معه بواسطة الـ functional groups تبعته. طيب؟ فهي مسؤولة عن الخصائص characteristic chemical reactions of those molecules، يعني هي مسؤولة عن أي تفاعل كيميائي يخص هذا الجزيء. طيب بعد هيك the same functional group will undergo the same or similar chemical reactions، يعني لو كان في مركب عنده مليون كربونه ومركب عنده 3 كربونات ولكن الاثنين بينتهوا بنفس ال functional group بغض النظر شو كانت، بحكي لك هنا انه نفس ال functional group اللي بتمشي بال same و similar chemical reactions بغض النظر عن حجم هذا الجزيء. ماشي؟ يعني شو ما كان حجمه خلاص هي رح تعمل نفس التفاعل هون وهون. اوكي؟ ما دخل حجم المركب. بعد هيك كربون، نيتروجين، اكسجين، هيدروجين وفوسفيت، احفظوهم هاي مهمه. بحكي لك are a few of the elements involved in forming functional groups، يعني شو هي
الاشياء اللي بتسوي لي فانكشنال جروبس، تدخل في تكوين الفانكشنال جروبس كتكوين، ماشي؟ اذا ممكن يتكون من ذرات الكربون، النيتروجين، الاكسجين، الهيدروجين، الفوسفيت او الفوسفورس. فهو بيجيب لك سؤال: all of the following involved in forming functional groups except، بيجيب لك اربعه وبيجيب لك واحده خمسه غلط، ماشي؟ الان النقطه المهمه برضو اللي بتيجي برضو بالاسئله، يعني لاحظوا هي جمل صحيح لكن هي مواضيع اسئله ولا بخربطكم فيها. احنا بنعرف والله انه الكربون بمداره الاخير في اربع، يعني اربع الكترونات، وفي اربع الكترونات يعني هو بيقدر يعمل رابط، اربع روابط باختصار، تمام؟ النيتروجين بحاجه عشان يستقر انه يعمل ثلاث روابط، الاكسجين عشان يستقر بحاجه انه يعمل رابطين، الهيدروجين عشان يستقر بحاجه انه يعمل رابطه زياده، تمام؟ يعني المدار الاخير تبعه، يعني العدد الذري تبع الكربون مثلا، المدار الاخير تبعه هون ستة، هون سبعة، هون ثمانية، هون واحد. فهون المدار الأخير يعني الكربون لو نيجي نرسمها، المدار الأول بأخذ الكترونين، الثاني واحد اثنين ثلاثة أربعة، فبيضل معه هامش لكمان أربع إلكترونات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فهو قادر أن يكون أربع روابط، فور بونز. فإذا هاي الكربون فور بونز، بينما النيتروجين قادر يكون ثلاث روابط، تمام؟ الأكسجين عشان يستقر بحاجة إنه يكون رابطين، الهيدروجين بحاجة إنه يكون رابطة واحدة عشان يستقر، تمام؟ فالسؤال هون كيف بيجي؟ بيجيب لك والله الكربون بيكون ثلاث روابط، النيتروجين بيكون أربع روابط، خربطة بسيطة، ماشي؟ فأنت تعرف الكربون مش ثلاثة، الكربون أربعة، النيتروجين مش أربعة، النيتروجين ثلاث، وهكذا. فهيك إحنا ركزنا على كل سطر وكيف ممكن يجي السؤال عليه. الآن ترتيب الفانكشنال جروبس بده يحكي عن كل وحده وابرز الخصائص اللي فيها والشكل تبعها، تمام؟ انا هذا الترتيب اللي مشيت فيه وارى انه هو الاصلح للدراسه. بالبدايه بيحكي لي عندنا الهيدروكربون، الكحول، اورجانيك فوسفورس، فوسفيت، وكربوكسيليك اسيد، امينز، الديهايد، وكيتونز، تمام؟ بدنا نحكي عن كل وحده. وهسه وبضدها تتميز الاشياء، وراح نشوف كل واحدة شو بيميزها وشو بتختلف عن الاخرى. لازم نعرف ابرز الخصائص عن كل واحدة، لانه هون هذا الجدول مهم جدا انك تحفظ الخصائص، تمام؟ وتحفظ ابرز الميزات اللي هي زي هيك، هسه راح نحكي عنها. يلا بسم الله. بحكي لي الهيدروكربونز، هيدروكربونز انا ضفت لك شو الصيغة تبعته؟ CH3، ماشي؟ والكحول ضفت لك الصيغه تبعتها، وكل واحد ضفت لك الصيغه تبعته عشان تحفظهم. هذول راح يتكرروا معك الان وفي باقي المحاضرات وفي الاورجانيك، ماشي؟ لكن عشان نسهل حالنا، الهيدروكربونز سي اتش 3، ماشي؟ هاي السي اتش 3 هي عباره عن ميثيل جروب، فاسمها ميثيل جروب. فاذا جاب لك سؤال بيجي لك من ضمن خيارات انه ميزات الهيدروكربونز انه ينتهي بميثيل جروب، تمام؟ فشو هو الهيدروكربون؟ عباره عن لونج تشين of carbon and hydrogen، من اسمه هيدرو كربون، كربون سي هيدرو اتش، صح؟ في اتش، تمام؟ فاذا بحكي لك هو عباره عن لونج تشين، هي ركز على كلمه لونج، من الكربون والهيدروجين، ينتهي بايش؟ بميثيل جروب سي اتش 3، اتفقنا؟ طيب بعد هيك بحكي لي هذا الهيدروكربون ابرز ميزه فيه انه هيدروفوبيك، هيدروفوبيك من اسمها برضه هايدرو، هايدرو اللي هي ووتر، H2O، فوبيت من فوبيا يعني بخاف او بنفر، ماشي؟ بده ينفر، ينفر من ايش؟ من الووتر، ينفر من المي. فاذا هو كاره للماء، يعني ما بيذوب في المي باختصار. وهاي المعلومه مهمه، هاي المعلومه مالها مهمه تيجي اسئله. فاذا طبعا هو الوحيد اللي راح نذكره الان هو هيدروفوبيك عشان اسهل عليكم يعني. فالهيدروكربونز ار هيدروفوبيك اند فورم ذا باك بون اوف موست اورجانيك مولكيولز. اذا هو هيدروفوبيك ولكنه شو ماله ابرز ميزه؟ بشكل الجزء الاساسي من المركبات او الجزيئات العضويه. طيب ان اكزامبل اوف هيدروكربونز از ميثان، فاذا ابرز مثال عليه الميثان، فاذا بينتهي بمثل جروب وابرز مثال عليه الميثان هيدروفوبيك، ويشكل معظم الجزيئات العضويه، تمام؟ شكله هياته لو تيجي تطلع الشكل الكيميائي تبعه، هاي الار شحطه، حكينا سي اتش 3، هاي سي، هاي اتش، وهاي اتش، وهاي اتش، تمام؟ ابرز مثال عليه حكينا شو هو؟ الميثان، الميثان هياته هاي سي وهاي اتش، اتش اتش، هاي المثل جروب، وحكينا هون في ار
ار هنا جاي شو هي؟ اللي هي اتش. اوكي، فلذلك ابرز مثال عليه الميثان. هي تم يكون انهينا شرح الهيدروكربون، ابرز المعلومات وابرز الصفات اللي فيه، وركزنا على مواضيع الاسئله. بالنسبه للكحول، الكحول او اتش، ماشي، هاي المجموعه الوظيفيه تبعته. فاذا شو اسمها هاي الاو اتش؟ هيدروكسيل جروب، يتميز بانه عنده هيدروكسيل جروب. ابرز ميزات الكحول ايش؟ انه بولر وهيدروفيليك. بولر يعني شو؟ مشحون، عليه شحنه، ماشي، عليه شحنه، وبالتالي اي شيء عليه شحنه بيكون بولر. بولر قادر على الذوبان في الماء، شو اسمها؟ هيدروفيليك، هيدرو ووتر، فيليك محب، فاذا هو محب للماء، ماشي. لذلك نقدر نحكي انه الكحول ماله يذوب بشكل سهل في الماء، and good fuels، يعتبر مصدر كويس للطاقة. فإذا ركزي هنا على كلمة water easily، dissolve in water easily، تمام؟ طيب أبرز مثال على الكحول، إيثانول. إيثانول، طيب؟ أوكي، طالما إحنا اتفقنا على إنه صيغة المجموعة الوظيفية تبعت OH، فإذا هيك بنكتب هاي R وهاي الـ OH، صح؟ طيب، الإيثانول كمثال هياته ماله؟ هاي الـ OH زي ما اتفقنا، أوكي؟ مربوطة ب خليفة، تمام؟ اوكي. الان بالنسبه للاورجانيك فوسفورس، اورجانيك فوسفورس الصيغه تبعته بي او 4، ايه بي او 3، تمام؟ فاذا هون شو بحكي لك؟ الاورجانيك فوسفورس هاي الصيغه تبعته، ابرز الكلمات عنه انه اسيدك، من اسمه فوسفيت، طبعا اورجانيك فوسفورس وين موجود؟ باي شيء الفوسفيت هذا؟ اذا بتتذكروا كنا نحكي اي تي بي، ادينوزين او ادينوسين تراي فوسفيت، تراي فوسفيت، فاذا فيه فوسفيت. الاي تي بي هو مصدر الطاقه، صح؟ احنا من خلالها بنقدر نعمل اي اكتيفيتي في جسمنا، بدي اشرب، بدي اكل، بدي اعمل انقباض، انبساط العضلات وهكذا. والدي ان اي فيه فوسفيت، راح نحكي عنه كمان شوي، تمام؟ فاذا كمثال على الفوسفيت او الاورجانيك الفوسفورس وين موجود؟ تحفظ هاي الاي تي بي والدي ان اي، هذول فيهم البي او 3، مهم جدا. طيب الصيغة تبعته زي ما اتفقنا هياتها، هاي الـ PO3 وهاي الـ R، وهاي شكل الـ Organic Phosphate. الكربوكسيليك أسيد، بالنسبة للكربوكسيليك أسيد بحكي لك المجموعة الوظيفية تبعته COOH، هاي ضروري تعرفوها، أوكي؟ ليش بنسميها كربوكسيليك جروب؟ هاي الكربوكسيليك جروب هو طبعا شو يعتبر هذا؟ أورجانيك أسيد، وبتربط معها إنه ويك أسيد، ماشي؟ وبسموها أروماتيك. اروماتيك ايش؟ يعني عطري، يعني له رائحه. طيب ابرز مثال عليه ضروري تحفظه بالاسمين، اسيتيك اسيد او فينيجر، ماشي، اسيتيك اسيد او فينيجر، اللي هو ايش؟ الخل. فهي مهمه جدا تعرفوها. بالسؤال شو بيجيب لك؟ اما بيجيب لك الفينيجر مثال على كربوكسيليك اسيد، او بيجيب لك اسيتيك اسيد مثال على كربوكسيليك اسيد، فلازم تعرف الثنتين. طيب فابرز الامثله على الكربوكسيليك اسيد حكيناها. طيب ومعلومه مهمه بالنسبه له انه يعتبر ووتر سوليوبل، فاذا هايدرو فيلت، صح؟ هايدرو فيلت، اتفقنا؟ اوكي، الصيغه تبعتها كان سي او او اتش، صح؟ فلاحظ هنا سي او او اتش هاي الار، اوكي، وهي شكل الاسيتيك اسيد. لا، صرنا مخلصين الاربعه فور فانكشنال جروبس. الآن بنكمل، بحكي لك بالنسبة ل الأمينز. بالنسبة للأمينز الصيغة تبعتها ان اتش 2، هاي ان اتش 2 بحكي لي عنها ار كاركترايز باي امينو جروب، هي زي ما اتفقنا ان اتش 2 يعتبر ايضا ووتر سوليوبل، مثال عليه الامونيا، امين امونيا، هاي مش صعبة، لكن بدي اياك تميز بينه وبين الكربوكسيليك اسيد بهالشغله هاي، انه صحيح هم الثنتين ووتر سوليوبل، الا انه الامينز ماله يعتبر ويك بيس، بينما الكربوكسيليك اسيد يعتبر ويك اسيد. اوكي، فاذا الامينز يعتبر قاعدي بينما هذا يعتبر حامض، ماشي. وبالنسبه للصيغه زي ما اتفقنا هاي الار ان اتش اتش، تمام، ان اتش 2. الالديهايد شو الصيغة تبعته؟ سي او اتش، الالديهايد، صح؟ اذا سي او اتش هاي كربوكسيليك اسيد، اما سي او اتش هاي الالديهايد، اوكي. ايضا الالديهايد يعتبر بولر اند
هيدروفيلك يعني ووتر سوليوبل. شو المثال عليه؟ على الالديهايد فورمالديهايد، وهي سهله برضه من اسمها. اوكي، وهي برضه الشكل الكيميائي تبعها. اخر واحده هي الكيتونز. الكيتونز مالها؟ بحكي لي صيغتها ار سي او ار. طيب، فهاي بالنسبه للكيتون جروب، يعتبر ايضا بولر وهايدروفيلك زي ما اتفقنا. من ستيرويدز ار هرمونز، رح نحكي عن الستيرويدز كمان شوي، لا تستعجلوا عليهم. المثال على الكيتون اسيتون، كيتون اسيتون، ماشي خلاص من اللفظ مبينه. هاي شيء. طيب، الان تجميع هذا اللي انا ذكرته بالاعلى ومواضع الاسئله وين بتيجي؟ كتبت لك بس في عباره واحده انه الهيدروكربونز يعتبر هيدروفوبيك، لو انت لك كلمه فوبيك، فاذا هاي مهم تعرفها. هاي بيجي عليها ترى بالامتحان الواحد سؤالين وثلاث، ماشي؟ بينما جمعت لك كل البولر والهيدروفيليك برضو تحت بعض، الكحول، كربوكسيليك اسيد، امينز، الديهايد، وكيتونز. تمام؟ فهيك احنا بنكون درسنا المحتوى وقارنا بينه بالجدول، وبنفس الوقت شو سوينا؟ جمعنا المعلومات اللي بتجيني كاسئله. استفدنا؟ بسم الله. هسا هاي الصورة هي تجميع برضو للأشياء اللي ذكرناها بالأعلى، وهيك يعني بس للاطلاع. الآن بنروح على السيل. السيل بيحكي لي هي the unit of structure and functions in living organism. هي عبارة عن وحدة الشكل والوظيفة في أجسام الكائنات الحية. أوكي. The chemical composition of cell in all organisms from bacteria to man are almost similar and mainly involving organic molecules. يعني بيحكي لي بشكل عام المكونات الكيميائية للخلايا في جميع الكائنات الحية ابتداء من البكتيريا اللي هي يوني سيلولر إلى المان اللي هو مالتي سيلولر تقريبا بتكون كلها متشابهة، mainly involving organic molecules، تحتوي على مركب أو جزيئات مالها عضوية. طيب، الآن كلام بس إيش مهم يعني نعرفه، عشان هو في منه تكرار بس عشان إذا في أسئلة ننتبه لها. بيحكي لك usually there are two types of biochemical molecules. عندك نوعين من المركبات، عندك صغيرة وكبيرة. الصغيرة بنسميها مايكرو مولكيول والكبيرة بنسميها ماكرو مولكيولز. طيب، بناء عليه بيحكي لي هاي المايكرو مولكيولز are represented by. إذا أول سؤال هون مهم نعرف إنه all of the following are micro molecule except، فبيجيب لي هذول مايكرو مولكيول، بيجيب لي واحدة من الماكرو مولكيول. تمام، فضروري نعرف هاي ونعرف هاي تحفظ. شو هم المايكرو مولكيولز؟ نيجي نحفظهم. المايكرو مولكيولز عشان تتذكروها حكينا انه مثلا امينو اسيد زائد امينو اسيد زائد امينو اسيد زائد امينو اسيد شو بيعطيني؟ بيعطيني ماكرو مولكيول. شو سميناه؟ بروتين. فاتي اسيد مع فاتي اسيد مع فاتي اسيد مع فاتي اسيد شو بيعطيني؟ لما يتجمعوا فوق بعض بيعطيني ليبيد، وهكذا. فاذا هاي فكره المايكرو والماكرو. شو هم المايكرو؟ مونوساكرايد، امينو اسيد، فاتي اسيد، نيوكليوتايد. بينما الماكرو مولكيولز بوليساكرايدز، بروتينز، ليبيدز، نيوكليك اسيدز. عشان نحفظهم، المونوساكرايد لما يتجمعوا بيعطوني بوليساكرايد، امينو اسيد لما يتجمعوا بيعطوني بروتين، فاتي اسيد لما يتجمعوا بيعطوك ليبيدز، النيوكليوتايد لما يتجمعوا بيعطيك نيوكليك اسيدز. شفت ليش انا بحب ارتب السلايد؟ عشان هاي الشغلات تقدر انت تتذكرها من خلال النظر زائد السمع زائد الحفظ. طيب، بعد هيك بحكي لك هون مايكرو اند ماكرو مولكيولز ار ريبريزنت ان دايناميك ستيت. يعني دايناميك ستيت يعني انا مثلا هذا عندي ماكرو مولكيول وهي عندي مايكرو مولكيولز، هل بضلهم بالجسم زي ما هم؟ بيحكي لي لا، بيحكي لي حسب حاجه الجسم. انا والله بحاجه اني اكسر بكسر، بحاجه اني ارجع ابني ببني، فما بضلهم زي ما هم. عندي الحاجه هذا بكسره ببني، بكسر ببني، بكسر ببني، بضلني بهاي السايكل عشان البي حاجاتي كلياتها. طيب، the micro molecules are converted to macro. احنا كيف بنحول الصغير للكبير؟ نستخدم طاقة، صح؟ وهاي العملية بنسميها synthesis. بينما لما أجي بدي أكسر، العملية بسميها break down، صح؟ break down، بكسر الكبير للصغير. لما أكسر الكبير للصغير بنتج طاقة، liberation of energy. تمام؟ فإذا أنا لما أجي أكسر الماكرو مولكيول إلى المايكرو مولكيول بعمل hydrolyzation، hydrolyzed، أوكي؟ هاي العملية اسمها break down، تنتج طاقة. إحنا الآن حكينا عن عمليتين، واحدة تصنيع واحدة تكسير. بحكي لي هاي التصنيع وهاي التكسير مع بعض بسميهم ميتابوليزم، ماشي؟ فإذا الانتر كونفيرجن بروسيس، تحويل الداخلي ما بينهم من المايكرو إلى الماكرو والعكس، بنسميها ميتابوليزم. طيب،
معلومات مكررة لكنها مهمة وبتيجي أسئلة. طيب أوكي، الآن شو هي الميتابوليزم؟ بيحكي لك هي عبارة عن سيريز اوف كيميكال رياكشنز ذات ار جروبد ايذر انابوليزم اور كاتابوليزم. يعني هاي بيحكي لك عملية الميتابوليزم هي عبارة عن مجموعة من العمليات والتفاعلات الكيميائية، اما بتكون عمليات بناء سميناها انابوليزم، او عمليات هدم سميناها ايش؟ كاتابوليزم. عمليات البناء الهدم عفوا عشان تتذكرها، كاتا كات زي ما اتفقنا، كات يعني انا بدي اقص او بدي اكسر، معناته هاي بريك داون. انابوليزم بناء يعني سينثيسيس. طيب انا بدي ابني، اذا بتتذكروا شو حكينا بالبناء، انا بدي استخدم طاقه، فانا require energy. بينما الكاتابوليزم بدي اهدم، معناته انا بنتج طاقه liberation او produce energy، صح؟ اوكي طيب، انا متى بفوت بعمليه الانابوليزم؟ متى جسمي بحدد من الان لازم افوت بالكاتابوليزم؟ بحكي لي الاختيار ما بين الانابوليزم او الكتابوليزم بيعتمد على وضع او نشاط الخليه. فمثلا انا لما بدي اعمل نمو للخلايا او تطوير لها، انا بدي ابني، معناته بدي افوت بمرحله الانابوليزم، صح؟ بينما لما اروح على عمليه الفيزيكال اكتيفيتيز او المسل موفمنت، انا بدي اتحرك، انا بدي اهدم، بدي اكسر، معناته انا شو لازم افوت بعمليه الكتابوليزم. ماشي، فهيك الجسم بيعمل تدوير من هاي العمليه الى هاي العمليه. الآن البايو مولكيولز بده بس يعطينا نبذة عن كل واحدة منها، طالما ذكرنا أكثر من شغلة. بحكي لي عندك المايكرو زي ما اتفقنا مولكيولز وماكرو مولكيولز. المايكرو احفظ لي ان اورجانيك واورجانيك كومباوندز، ماشي؟ الان اورجانيك كومباوندز زي شو؟ احفظ لي هاي الووتر والمينرال، ماشي؟ هاي ان اورجانيك. الاورجانيك هم اللي ذكرناهم بالأعلى، ماكرو مونوساكرايد وامينو اسيد فاتي اسيد نيوكليوتايدز. طيب فاذا ان اورجانيك واورجانيك، بينما الماكرو مولكيولز الاشياء الكبيره خلاص نهائيه، البروتينات زي ما حكينا، النيوكليك اسيد، البوليساكارايدز والليبيدز، هذول ماكرو مولكيولز. اتفقنا؟ اوكي، الان هاي الصفحه كلها، طبعا هذا مطلوب بس اللي في الاسفل مش مطلوبات، هذول اوبجكتيفز، يعني هذول المحاضرات القادمه انت في البايوكيمستري شو راح تاخذ بكل وحده. لما تروح على الامينو اسيدز والبروتينز راح يحكي معك عن هاي المحاور، لما تروح على محاضرات الكربوهيدرات راح يحكي معك عن هاي المحاور، نفس الشيء على محاضرات الليبيدز، نفس الشيء محاضرات الانزيمز. اوكي، فهم مش حفظ بهاي المحاضره. تمام، نبلش ناخذ نبذه عن كل شيء. هاي النبذه بتحكي عن الكربوهيدرات في البدايه. احفظ معي، الكربوهيدرات بزودك بمصدر سريع للطاقة، ماشي؟ هذا المصدر السريع للطاقة قديش بيعطيك؟ بيعطيك 4 كيلو كالوري بير جرام. هاي العبارة حفظ تيجي أسئلة، وين بخربطك؟ بخربطك بالرقم 4 أو بخربطك عند الجرام، بيحكي لك 4 كيلو كالوري بير 4 جرامز مثلا، فهي غلط. أو بيحكي لك 9 كيلو كالوري بير جرام. ال 9 هاي مش للكربوهيدرات، هاي للليبيدز رح نحكي عنها. طيب لكن مبدئيا نعرف انه مصدر سريع للطاقه قديش مقداره؟ 4 كيلو كالوري بير جرام، ماشي؟ كربوهيدرات ار تيبيكالي كلاسيفايد انتو اكوردنج تو، يعني انا بقدر اقسم الكربوهيدرات حسب النمبر اوف ساكرايد اللي هي شوجر، اليونتس دي هاف كربوهيدرات، يعني هذا كربوهيدرات كم زي سكر جواته انا بقدر اصنفه، بصنفه الى مونو ساكرايد وداي ساكرايد وبولي ساكرايد، ماشي؟ تصنيفاتهم بشكل اوسع راح نحكي عنها في محاضرات الكربوهيدرات، لكن احنا بنذكر الان الاشياء المكتوبه هون. فاول سطر حكينا مهم، ثاني سطر بناء على شو؟ على النمبر اوف ساكرايد. ثالث سطر برضه مهم، تعرف انه طبعا هو شو بيجيب لك سؤال؟ all of the following about carbohydrate are true except، وبيجيب لك هذول الاسطر بخربط لك واحده اثنتين منهم. طيب اوكي، المونوساكرايد بيحكي لك كومبوزد ايش؟ 3 الى 7 كربون اتومز، فاذا بتكون من ثلاثه، من ثلاث كربونات الى 7 كربونات. طيب الصيغه العامه تبعته، جنرال فورمولا، الصيغه العامه الكيميائيه تبعته CH2O، CH2O، يعني طبعا CH2O في قوس وبرا القوس في عندك حرف ال N. ال N يعني كم عدد ذرات الكربون. فمثلا لو كان ذرات الكربون مثلا ثلاثة، دخل الثلاثة على القوس، لما تدخل هاي الثلاثة على القوس شو بيطلع الناتج؟ C3.
اتش 2 ضرب 3 6. طيب او كم واحد عندها؟ واحد، 1 ضرب 3 3، فبصير سي 3 اتش 6 او 3. تمام، فهاي الفكره من الصيغه العامه. هاي هون جايب لك مثال ايش؟ جايب لك مثال الجلوكوز. الجلوكوز شو صيغته؟ لو جيت تكتبه بالصيغه العامه تكتب سي اتش 2 او، تسكر القوس تحط 6، لكن هو راح شو سوى؟ فرط لك اياها هياتها، فوت الستة على القوس صارت السي 6، الاتش 2 ضرب 6 صارت 12، الاو صارت 1 ضرب 6 صارت تساوي 6. تمام، فهي صيغة الجلوكوز، احفظها سي 6 اتش 12 او 6. ممكن يخربطك فيها، يغير لك بدل السي 6 تحطها 7، فلا بدك تكون حذر ومنتبه. طبعا تبدا تكون اصلا فطن، انه والله تطلع الصيغه العامه بتخلي لك السي والاو نفس العدد بينما الاتش ضعفهم، صح؟ فهون بدك تنتبه انت لهي النقطه. يلا الان بحتاج according to the number of carbon atoms they are classified، مش حكينا بناء على العدد؟ طيب بنقسمهم، اذا والله كان في 3 كربونات نسميه تراي، 4 كربونات تترا، 5 كربونات بنتا زي بنتاجون وزاره الدفاع الامريكيه، هيكسا 6، هبتا 7. فهيك احنا بنسمي المركب، اوكي؟ بنسميه الى ترايوسز، تتروسز، بنتوسز، هيكسوسز، هيبتوسز، اوكي؟ حسب كم عدد ذرات الكربون اللي موجوده من 3 الى 7. طيب المونوسكرايد الان بده يبلش يحكي لي عنه. المونوسكرايد ماله؟ بيحكي لي كونتين هيدروكسيل جروب اند ايذر الديهايد اور كيتون جروب. فاذا هو شو بيحتوي؟ على هيدروكسيل جروب اللي هي او اتش. ايضا شو بيحتوي؟ على الديهايد جروب. الديهايد جروب شو هي؟ حكينا عنها اللي هي سي او اتش، والكيتون جروب حكينا ار سي او ار، صح؟ طيب اذا بيحتوي على هيدروكسيد جروب زائد واحدة من هذول باختصار، اوكي؟ هسا في عندنا شكل للمونوسكرايد اللي هو على سبيل المثال هون الجلوكوز، في له شكل، هذا الشكل بهاي الرسمه بنسميه لينير، لينير فورم. هذا اللينير فورم بيحكي لك ممكن انه يصير له سايكلايزيشن، ممكن يصير على شكل سايكل، تمام؟ هذا بسموه سايكليك فورم، اوكي؟ طيب بالبدايه عشان قبل ما اقرا الكلام بدي اوضح لكم شغله على الرسم. هذا الجلوكوز، الجلوكوز حكينا كم ذره كربون فيه؟ سي 6، صح؟ فاذا طلع هنا هاي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، مظبوط؟ بحكي لي هون الاو اتش قبل الاخيره اذا كانت على الرايت بنسمي هذا المركب دي جلوكوز، اذا كانت هاي الاو اتش على الليفت بنسميه ال جلوكوز، تمام؟ فاذا احنا الان طبعا هاي المحاضرات اللي قدام وبالكيمياء اعتقد تفصيلها اكثر، لكن بشكل او باخر خلينا بس نلفت النظر لكلمه دي جلوكوز، وكلمه لينير فورم اتفقنا عشان انه هيك شكله، لانه بده يزيد عن السايكليك فورم، اوكي؟ طيب هاي اول نقطه. ثاني نقطه، لما بده يتحول الى سايكليك شو اللي بصير؟ بحكي لي بنتوز اند هيكسوز، بنتوز يعني 5 صح؟ هيكسوز يعني 6. كان سايكلايز از ذا كيتون اور الديهايد جروب رياكت وذ ديستال او اتش، مع ديستال او اتش. بحكي لك هون شو اللي بصير؟ انه ممكن يصير في لفه هيك يلف على بعضه اذا تفاعلت هاي الديستال او اتش مع الالديهايد جروب او الكيتون جروب. طيب فمثلا بهذا المركب على سبيل المثال هاي الديهايد سي اتش او، صح؟ مش هيك حكينا صيغته سي اتش او، الكيتون ار سي او ار، بتكون بالعاده هون الكيتون موجوده، مش تفاصيلنا هسه، المحاضرات اللي قدام بنعرفها. الان حكيت هاي الالديهايد جروب بتروح تتفاعل مع الديستال او اتش جروب اللي هي حكينا عنها، لما تتفاعل معها بتخليه يلف هاللفه هاي زي كانه سكرنا المركب، صار عباره عن سايكل، اوكي؟ طيب بناء عليه هاي الاو اتش ديستال او اتش ليش لفت النظر الها؟ عشان بناء عليه اما راح يصير عندي هذا الشكل او هذا الشكل، وبناء عليه تختلف التسميه، هذا دي جلوكوز وهذا دي جلوكوز، لكن هذا سميناه الفا وهذا سميناه بيتا. بناء على شو سميناه الفا وبيتا؟ انا بحب اوضح لكم عشان يعني اذا حدا عنده اي سؤال بين. هنا هاي الاو اتش ديستال او اتش لما اجت هون بدي اطلع على هذا الجزء اللي في الاسفل، الاو اتش اللي فيه تبعونه وين جايات؟
هاي في الأسفل وهاي في الأسفل، أوكي؟ فهذول إذا إجت الـ OH بعكس اتجاههم بنسميه بيتا. إذا الـ OH إجت بنفس اتجاههم بنسميها ألفا، أوكي؟ فهيتا طلعنا بتسمية الجلوكوز من دي جلوكوز إلى ألف بيتا دي جلوكوز، ألفا دي جلوكوز، وحكينا الدي بسبب هاي وجودي على الرايت. خلصنا بس على الرسمة هيك بشكل عام، آسف إني أسهبت فيها لكن عشان تفهموا الكلام المكتوب. فنرجع للكلام، البنتوسز اللي هو من 5 أو الهكسوز اللي من 6 ممكن إنه يصيروا سايكلايزيشن لما الديستال دي أو اتش يتفاعل معها إما الكيتون دروب أو الألدي هاي دروب حسب والله أنا شو اللي موجود عندي. أوكي؟ لأنه حكينا المونوسكرايد بتكون من هدول الجروب زائد واحدة من هذول الثنتين إما ألديهايد أو كيتون. طيب بعد هيتا بحكي لك الجلوكوز فورم ان انترا موليكولار هيمي اسيتال. هاي اللي سميناها اصلا انترا موليكولار هيمي اسيتال، انه السي وديت الديهايد بتتفاعل مع السي 5 او اتش، هاي او اتش بالسي 5 الديهايد بالسي 1 صح؟ عشان يسووا لي مركب بنسميه ايش؟ 6 ممبر بايرانوز رينج، هذا اسمه 6 ممبر بايرانوز رينج. طيب هاي العمليه شو اسمها؟ انترا موليكولار هيمي اسيتال. ليش انترا موليكولار؟ لانه هي بداخل الجزيء نفسه، يعني انا ما اجيب جزيء سكر ثاني، هاي بداخل الجزيء نفسه، هذا نفسه اللي كان لينير هو نفسه تفاعل مع حاله. طيب طيب فسميناها انترا موليكولار بداخل الجزيء، هيمي اسيتال اللي هو العمليه اللي تم التفاعل فيها. طيب بعد هيك بحكي لك these representations of cyclic sugars are called Hayworth projections. هاي كل العمليه اللي اسمها Hayworth projection. طيب عشان الشكل اللي احنا فيه. اوكي خلصنا التفاصيل هاي كلها اللي نبدا، عفوا احنا التفاصيل لسه في محاضرات الجدا. فاذا مثال على المونوساكرايد كان الجلوكوز صح؟ جلوكوز. الان دايساكرايد المثال تبعه مالتوز. مالتوز اوكي. طيب هو عباره عن شو الدايساكرايد؟ من اسمه داي يعني اثنين، يعني بحكي لك هيدروكسيل جروب اوف ان انوميريك كاربون. انوميريك كاربون اللي هي الكربون نمبر 1 ماشي، بمركب او جزيء شوجر معين تفاعلت مع هيدروكسيل جروبس من شوجر اخر. فاذا الان صار عندي مش نفس الشوجر صار فيه تفاعل، لا هون عندي شوجر وهون عندي شوجر. هون الهيدروكسيل جروب اللي بالكربون الاولى تفاعلت مع اي هيدروكسيل جروب من الشجر الثاني. تمام؟ طيب وين تمثيله هذا الاشي؟ تمثيله بالرسم اللي على جنب، بحكي لي عندك هون الجلوكوز وهذا الجلوكوز. طيب هذا جلوكوز وهذا جلوكوز. طيب الان بحكي لك شو؟ انه والله هاي الهيدروكسيل جروب الاولى في هذا الجلوكوز تفاعلت مع اي هيدروكسيل جروب مع الجلوكوز الاخر، شو بصير؟ منتج عنهم انه بتطلع منهم ووتر. لو شلنا الاو اتش من هنا مع اتش من هنا فهي طلعنا ووتر، شو بضل؟ بضل عندي الاو، هاي الاو صح؟ فهاي الاو لما تنشيل من عندها الووتر راح ترتبط بالجزيء الاخر مباشره. اوكي فهاي جلوكوز وهاي جلوكوز وهاي الاو اللي كانت هنا ظلت موجوده، وهاي الرابطه الجديده اللي تكونت هون بعد ما شلنا الوتر. اوكي فهذا شو بنسميه؟ بنسميه مالتوز. فهو مثال على الدايساكرايد. اوكي واضح الامور. يلا بولي ساكرايد بحكي لك بولي ساكرايد ار بوليمرز اوف مونو ساكرايد. يعني مونو ساكرايد مع مونو ساكرايد مع مونو ساكرايد سوى لي بولي ساكرايد. ار كرييتد ويزاوت ا تمبلت باي ذا اديشن اوف بارتيكولار مونو ساكرايد ريزيديوز. يعني انا بشتغل هذا المونو ساكرايد، عفوا بتكون بدون قاعده او قالب ثابت، خلاص مجرد ما اني اضيف انا بارتيكولار مونوساكرايد فوق الثاني فوق الثالث هي هاي بقايا بتكون عندي بولي ساكرايد. اوكي طيب بحكي لك هذا يعتبر لونج كاربوهيدرات موليكيولز وريبيتد مونومرز يونت جوين توجذر باي جلايكوزيد بونز. يعني بحكي لك هاي المونوساكرايد مع المونوساكرايد مع المونوساكرايد لما يرتبطوا مع بعض نوع الرابطه هاي بنسميها جلايكوسيديك بوند. جلايكوسيديك خلاص من جلوكوز. اوكي طيب they range in a structure form linear high branch. يعني بيتكونوا from linear to high branch. يعني لو تيجي تطلع على الرسمه مثلا بكل بساطه في الاسفل هاي الستارتش اللي هو النشا، يعتبر هاي النشا
يعتبر مثال على البوليسكرايد. فإذا مثال على المونو حكينا جلوكوز، مثال على الداي حكينا مالتوز، مثال على البولي حكينا إيش؟ ستارتش أو السليلوز أو الجلايكوجين، راح نحكي عنه. أوكي، فإذا هو لو تيجي تطلع مثلا على الستارتش مع الجلايكوجين راح تلاقي إنه والله الستارتش لينير، خلينا نحكي، بينما الجلايكوجين صار فيه برانش، صار فيه برانش. اوكي، برانش اللي تفريعه. فلذلك بيحكي لك انه ممكن الرينج تبعه من لينير الى الهايلي برانش. طيب شو الفروقات او العوامل اللي بتؤدي الى اختلاف واحد بوليسكرايد عن الاخر؟ بيحكي لك والله اول فرق انه شو نوع المونوسكرايد اللي موجود، شو نوع السكر اللي موجود، اوكي، اللي كون هذا البوليسكرايد. اثنين، شو اللينث اوف هاي التشين، شو طولها، 5 كربونات، 10 كربونات، 100 كربونة، تمام. ثلاثة، الديجري اوف برانشنج، زي ما شفنا قبل شوي ستارتش مختلف عن الجلايكوجين بالديجري اوف برانشنج، تمام. فهاي اختلافات ما بين البوليساكرايدز، هذول ما لهم حفظ مهم يعني، بيجوا اسئله، وهاي الرابطه مهمه، بتيجي سؤال. الان بنروح على الامينو اسيدز اند بروتينز. حكينا الامينو اسيدز هي الوحدات الاساسيه لبناء البروتين. طيب هذا الكتاب لي اياه، بيلدينج بلوكس اوف بروتين، تعتبر امبورتنت موليكيول. رح نحكي كمان شوي انه هي من اهم الاشياء، مع شيء ثاني نيوكليوتايدز من اهم الاشياء كمركبات في اجسام الكائنات الحيه. طيب الامين او الامين ان اتش 2 زي ما اتفقنا، بيحكي لك بتكون من، هاي مهم تعرف من ايش بتكون، بتكون من amines زائد carboxylic acid functional groups along with side chain of specific each amino acid. فإذا مكوناته من جهة معينة carboxylic acid هياتها، حكينا COOH، وبتكون من جهة معينة اللي هي بالamine NH2، صح؟ أيضا إيش؟ إلى specific side chain اللي هي هي اللي بالنص، حسب شو موجود جواتها، وبناء عليه بيتم التميز. أوكي؟ فإذا هاي الصورة تمثل هنا ان ايونايزد فورم، يعني هاي غير مشحونة او غير متأينة، بينما هاي تطلع ايونايزد، صح؟ ان اتش 3 طالما اجاها هيدروجين زيادة والهيدروجين شحنته موجبة فبتصير هي مشحونة. اوكي؟ طيب البروتينات حكينا امينو اسيد، امينو اسيد، امينو اسيد بيكونوا ايش؟ بروتين. بايوكيميكال كومباوندز كونسيست اوف ون اور مور بوليبيبتايد. البوليبيبتايد عبارة عن linear polymer chain of amino acid bonded together by peptide bonds. يعني بيحكي لك amino acids amino acids بدهم يكونوا لي بيبتايد، البيبتايد مع بيبتايد مع بيبتايد يسوي بوليبيبتايد. الرابط ما بين البيبتايد مع البيبتايد رابطة بيبتيدية، بيبتايد بونز. طيب من ايش تحدث؟ بيحكي لك بس بالبداية عشان نرجع ونتذكر شو ذكرنا في الأعلى، اتفقنا انه الامينو اسيد بتكون من هاي الامينو جروب، هاي الكربوكسيليك اسيد، صح؟ بحكي لك بينما البروتينز مش حكينا هو عباره عن امينو اسيد زائد امينو اسيد زائد امينو اسيد وهكذا حسب العدد. طيب هذا الامينو اسيد كيف يرتبط مع هذا الامينو اسيد؟ بحكي لك بيرتبط الكربوكسيليك اند امينو جروبس اوف ادجيسنت امينو اسيد، تمام؟ يعني بيرتبط الامينو جروبس هنا between carboxyl and amino group of adjacent amino acid residues. يعني carboxylic acid من جهة، مع نفترض هذا واحد ثاني مع الامينو جروب من هاي الجهة، تمام. طيب الان بنروح ل، خلصنا الكربوهيدرات، خلصنا الامينو اسيد والبروتينات، الان بنروح على الانزيمات. طبعا يمكن انتم يهيئ لكم من هذا الكلام كثير، الا انه هو بصراحة نبذة عن كل شيء، فهو كانترودكشن مهم تعرفوه عشان تعرفوا تفوتوا بالمحاضرات لقدام. الآن بالنسبة للإنزيمات، وهو كلام سهل، إنزيمات وظيفتها شو؟ تحفز التفاعلات الكيميائية، كاتالايز، تحفز، ماشي؟ بالإنزيماتيك رياكشن the molecules at the beginning of the process called substrate. هسا إحنا في عندنا تفاعل، ماشي؟ مثلا سين زائد صاد أعطوني عين مثلا، هذول سين زائد صاد بسموهم مواد متفاعلة اللي هي substrate، عين بسموها إيش؟ product، نواتج. أوكي؟ فالفكرة هون بيحكي لي المواد اللي
ببداية العملية التفاعلية نسميها سبستريت، بينما تتحول إلى converted into different molecules نسميها نواتج products. طيب catalyzes takes place at the active site which is a specific pocket or cleft، يعني بيحكي لك هذا الإنزيم في عنده هذا الجزء اللي باللون الكحلي، هذا بيسموه اكتيف سايت، يعني الانزيم في عنده اكتيف سايت، هذا الاكتيف سايت بتيجي بتقعد عليه ايش؟ السبستريت، وبالتالي لما يجوا عليه هدفهم انهم يتحفزوا، صح؟ وين بيقعدوا على الاكتيف سايت تبع الانزيم؟ ف سبستريت انترينج اكتيف سايت اون انزيم. بعد هيك شو اللي بيصير؟ بحكي لك بحاول الانزيم يغير من شكل السبستريت شوي. طيب بعد هيك هاي لما يرتبط هذا الانزيم مع المواد هي سبستريت بسموه كومبلكس، فهذا الجزء اسمه انزيم سبستريت كومبلكس. هذا الكومبلكس ماله صار اسمه انزيم برودكت كومبلكس، ليش؟ لانه اذا لاحظتوا غير من شكل سبستريت، صح؟ كون نواتج جديده، صارت هاي لون ثاني وهي لون ثاني، هاي الدلاله على انه غير شيء منهم. فهذا الكومبلكس بس غير من اشتغل، يعني حفز وغير المركبات، تمام؟ شو راح سوى؟ خلاص راحوا طلعوا من الاكتف سايتس، اوكي؟ فبطل اسمه كومبلكس برودكتس ليفينج اكتف سايتس اوف انزيمز. هذا اللي بيحكي لك اياه هون، كاتالايز تيك بليس على مكان معين في الانزيم، شو بنسميه؟ اكتف سايتس، على شكل اما زي جيبه او شق موجود في هذا الانزيم. طيب The catalytic activity of many enzymes تعتمد على the presence of small molecules. بحكي لك هاي الانزيمز والنشاط تبعها بالتحفيز يعتمد على وجود مركبات او جزيئات صغيرة بنسميها cofactors، اللي هي عوامل مساعدة. طيب نكتفي بس بهذا القدر، لأنه في محاضرة الانزيمات راح تعرفوا كثير تفاصيل عن هاي الشغلة. طيب classification of enzymes، كيف أنا بصنف الانزيمات؟ صنفوا لي إياهم إلى 6 أقسام رئيسية، تمام؟ وهنا مهم بيجيب لك الشغلة وبيجيب لك مثال عليها، طيب؟ أو بيجيب لك هذا التعريف وبيحكي لك هذا شو اسمه؟ ترانسفيريز ولا هيدروليز، تمام؟ فضروري نعرفهم، هم سهلات مش صعبات. دائما الإنزيم يسمى بناء على وظيفته، أوكي؟ فإنزيمز ار كلاسيفايد انتو 6 كاتيجوريز، إلى 6 فئات تعتمد على نوع الرياكشن اللي بيسوي. فمثلا شيء بنسميه أوكسيدو ريدكتيز، فإذا هو أوكسيديشن وريدكشن، تمام؟ تفاعلات التأكسد والاختزال، تمام؟ كاتالايز اما اوكسيديشن او ريدكشن رياكشن، لان لو دائما تسمعوا اسم انزيم ريدكتيز اوكسيديز تعرفوا هذا دوره يسوي اوكسيديشن. ترانسفيريز من اسمه ترانسفير، شو راح ينقل؟ ترانسفير فانكشنال جروب زي ميثايل اور فوسفيت جروب، يعني هو راح يعمل ترانسفيريشن، اوكي؟ طيب بعد هيك التصنيف الثالث اللي هو هيدروليسيس. هيدروليسيس يعني بده يكسر، صح؟ هيدروليز اوف ا ريسبونس. لياسيس بيحكي لك تليف، برضه بده يقطع ايش؟ فاريس بونز باي مينز اذر ذان هيدروليسيس اور اند اوكسيديشن، يعني بمعنى اخر غير هذول، اوكي؟ لياسيس. ايزوميريزز كاتالايز ايزوميريشن تشينجز within a single molecule. ذاكرين قبل شوي لما حكيت لكم عن الجلوكوز كانت الـ OH على الـ right، لما تصير على الليفت هذا بيسموه isomerization. isomerization فهذا الانزيم isomerizes، اوكي؟ ligase هاي مهمة، بتيجي سؤال ligase يعني يلزج، ماشي؟ join two molecules with a covalent bond، يعني يجيب مركبين او جزيئين ويشبكهم مع بعض برابطة تساهمية covalent bonds. طيب هاي تصنيفات الإنزيمات بشكل عام، مهم جدا زي ما حكينا نعرف كل واحد شو بيسوي ومن اسمهم واضحة، صح؟ الآن بنروح على النيوكليوتيدات، حكينا عنهم شو؟ مايكرو مولكيولز. شو المايكرو مولكيول تبعهم؟ نيوكليك أسيدز. النيوكليوتيدز قبل ما نبلش بتتكون من 3 أشياء أساسية، وهذول حفظ، بتتكون من فوسفيت، وبتكون من سكر خماسي بنتوز، صح؟ مش كان هيك؟ سكر خماسي زائد قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية. طيب
فمكونات أساسية: فوسفات زائد سكر خماسي زائد قاعدة نيتروجينية، فوسفات بنتوز شوجر زائد نيتروجين بيس. إذا هاي مهم نعرفها. بعد هيك بحكي لك: Our molecules that when joined make up the individual structural unit of nucleic acid. يعني هي الوحدات البنائية الأساسية لتكوين النيوكليك أسيد. شو هم النيوكليك أسيد؟ المادة الوراثية، الحمض النووي يعني، صح؟ الحمض النووي. فإذا شو هي المادة الوراثية؟ دي إن إيه والآر إن إيه. أوكي؟ طيب لما تيجوا تشوفوا من التسميات آر إن إيه ريأوكسي إيه عفوا رايبوز، طبعا هي رايبوز ماشي، هيئته دي اوكسي رايبوز وهذا الرايبوز. فنوع الار اللي هي شو؟ نوع السكر ماشي، رايبوز دي اوكسي رايبوز بالدي ان ايه. تمام؟ فاذا من ايش بتكون؟ حكينا بتكون هاي النيوكليوتيدات بتتكون من، حكينا سكر خماسي صح؟ هذا السكر الخماسي بالار ان ايه شو اسمه؟ رايبوز. بالدي ان ايه شو اسمه؟ دي اوكسي رايبوز. اذا هذا البنتوز. بعد هيك حكينا في عندنا الفوسفيت صح؟ هي فوسفيت جروب. ثلاثة كان قاعدة نيتروجينية صح؟ هي نيتروجين بيس. شو هي قاعدة نيتروجينية؟ هذا الحفظ ماشي؟ مهم جدا. A C G T A C G T. طيب شو هم ال A C G T؟ بحكي لك هون ال A عبارة عن أدينين. طيب ال C عبارة عن سيتوسين، الجي عبارة عن جوانين، والتي عبارة عن الثايمين. أوكي؟ فهذول الأربعة مالهم؟ هذول حفظ لأنه بيجيب لي بالامتحان all of the following are nitrogenous base involved in synthesis of DNA except مثلا ماشي؟ فبدك تنتبه انه هذول هم الأربعة بدك تحفظهم: A C G T، أدينين، سيتوسين، جوانين، ثايمين. أوكي؟ طيب عشان هيك الصور مرات حلوة إنها تكون بجانب الكلام عشان الواحد يعرف يركز ويحفظ. هذا النيوكليك أسيد اللي بيتكون من العديد من النيوكليوتايدز، هدينا بالدي إن إيه والآر إن إيه، دي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد ماشي، دي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد، الآر رايبو نيوكليك أسيد. مالهم هذولا؟ بحكي لك هذولا النيوكليك اسيدز together with the proteins. اذا النيوكليك اسيد زائد البروتينز مالهم؟ most important biological macromolecules. فاذا شو هم الموست امبورتنت؟ لو جاب لك خيارات من الماكرو مولكيولز، حتى احنا الماكرو مولكيولز عندنا البروتين، حكينا عندنا الليبيدز، حكينا عندنا النيوكليك اسيدز، وحكينا عندنا راحت عن بالي الرابعة. المهم بحكي لك هون البروتين زائد النيوكليك اسيد هم شو يعتبروا؟ يعتبروا موست امبورتنت ماكرو مولكيولز. طيب طيب الرسمة اللي على جنب شو فيها؟ بحكي لي احنا مش ذكرنا انه بتكون من شوجر، شوجر هذا اللي هو البرتقالي، وهاي الفوسفات، رحنا دمجنا معهم ايش؟ قاعدة نيتروجينية اللي هي جي جوانين. هذول مع بعض شو سميناهم؟ نيوكليوتايد. هذا النيوكليوتايد لما تروح تصفط نيوكليوتايد فوق الثاني فوق الثالث فوق الرابع فوق كذا ودبل ستراندد، صار عندك ايش؟ دي ان ايه صح؟ هاي الفكره من الكلام. اذا بنروح للليبيد اللي هي الدهنيات، الليبيدز برضه بيساعدك لونج تيرم ستورج فور انرجي. لاحظ هناك بالكربوهيدرات حكينا فاست، هذا لونج تيرم. الكربوهيدرات هاي الكارب حكينا 4 كيلو كالوري بير جرام، بينما هون 9 كيلو كالوري بير جرام. ميزته؟ طيب they also provide padding and insulation. من الدهنيات يعني شو بتلاقوهم استخدامهم؟ انه والله زي حشوات او عوازل صح؟ عشان يحفظوا الحراره بداخلنا. store fat soluble vitamins، هاي مهمه جدا. الفيتامينز رح لها محاضرات، الى بقسموها الى water soluble فات سوليبل فيتامينز، يعني فيتامينات ذائبه في الماء، فيتامينات ذائبه في الدهون. هاي الفيتامينات طبعا موجوده وين؟ خلينا نحكي مرات بتكون موجوده في الدم صح؟ طب الدم يعتبر زيه زي الووتر،
فالفيتامينات الووتر سوليبل ما عندها مشكله تذوب في الدم وتمشي، بينما لما تكون فات سوليبل هاي بحاجه الى كارير ناقل، راح نحكي عنه، زي سياره تحملها وتمشي فيها بالدم. اوكي، مهم نعرف شو هم الفات سوليبل فيتامينز، جدا مهم الان ولا قدام. شو هم الفات سوليبل فيتامينز عشان تتذكرهم وما تنساهم؟ كلمة أكيد، ماشي، كلمة أكيد. فيتامين A، فيتامين K، فيتامين E، فيتامين D، هذول كلهم يعتبروا فات سوليبل فيتامينز. هو كاتب لك A D E و K، ماشي. فإذا أكيد هم الفات سوليبل فيتامينز، مالهم يعتبروا من الليبيدز. أوكي، and form backbone of hormones and cell membrane. راح تشوف انه جدار الخلية او الغشاء تبع الخلية مكون من طبقات دهنية، حتى بسموها lipid bilayer، ماشي، lipid bilayer يعني طبقتين دهنية، وبتكون العديد من الهرمونات. طيب هذا الليبيد له اقسام او انواع، عندك 4 انواع احنا ذاكرينها هنا، حطيتهم صفحة واحدة عشان سهولة الحفظ والمقارنة. عندنا فاتس، واكسز، فوسفوليبيدز، وستيرويدز. نبلش فيهم واحدة واحدة. بحكاية الفاتس are three fatty acids linked to an ester of glycerol. فإذا الفات عبارة عن three fatty acids مرتبطات مع الجليسرول برابطة ester. كيف؟ جبت لكم رسمة، هاي رسمة مش موجودة كانت هنا، هي رسمة موجودة هنا هي، تمام؟ اللي هو هذا هو. طيب، لكن أنا حبيت أجيب الرسمة من أساسها، بس من باب إنه نقدر نميز. بحكي لك هذا بسموه جليسرول، طيب هذا الجليسرول، طيب وهذول اللي هون هذا فاتي أسيد وهذا فاتي أسيد وهذا فاتي أسيد، إذن هذول 3 فاتي أسيد. أوكي، شو اللي بصير هون بهاي الحالة؟ بصير في لينك بتوين، نحط هذا اللون مثلا، بصير في لينك، منشيل من هنا، نخلي ال O، خلينا نحكي منشيل ال H2O. اوكي، شلنا من هون O H، شلنا من هون H، فصفت شو موجودة هون؟ ال O لحالها، O O، وهي ال O بتروح ترتبط مع اللي موجود هون. طيب، فلما ترتبط بيطلع عندي هذا الناتج. طبعا احنا كان لو تيجي تنسى تتذكر الرسمه، ها كان هون في او اتش وهون في اتش، لما نشيلهم مع بعض H2O صح؟ اللي هي ووتر، هياتها شلنا 3 جزيئات ووتر طلعناهم برا، المركب اللي ناتج هياتها، هذا اسمه تراي جليسرايد، دهون ثلاثيه، ماشي؟ هذا التفاعل بسموه كوندنسيشن رياكشن، راح نحكي عنه، كوندنسيشن رياكشن. اوكي؟ مش مطلوب منكم الان، لكن بدي تعرفوا انه هاي الرابطة اللي صارت هون هاي هي اللي بنسميها ايش؟ استر لينك. يعني لما نحكي انه بيرتبطوا مع بعض عن طريق استر، هياتها. اوكي، هو شو كان جايب لي بالسلايد؟ هاي الرسمة مباشرة، انه رابط لي اياهم هياتهم، هاي الاستر رابط لي الثلاث دهون هنا، ثري فات اسيدز، مع الجليسرول اللي هون. اوكي، فاذا الان انا فصلت لكم بهاي الرسمة بس من باب الفهم. بعد هيك بحكي لي هي عباره عن 3 فاتي اسيدز لينك مع الاستر اوف جليسرول. بعد هيك عندي انواع للفات، ايش بنسموه؟ ساتوريتد وان ساتوريتد، هاي خلوها لمحاضرات الفات. في عندي ايش اسمه اسينشال فاتي اسيدز، اسينشال فاتي اسيد يعني ضروري صح؟ لكن شو يعني ضروري؟ انه جسمي بقدر يصنع بعض الاشياء، لكن في اشياء ما بقدر يصنعها، فلازم انا ادخلها من خارج الجسم عن طريق الاكل. اوكي؟ فلذلك بسموها اسينشال فاتي اسيد، اسينشال امينو اسيد، ماشي؟ فاسينشال يعني لازم تجيبها من مصدر خارجي من الطعام. زي ايش؟ زي لينوليك ولينولينيك، هذول حفظ امثله على الاسينشال فاتي اسيد. اوكي، امثله على الاسينشال فاتي اسيد. فاذا من الليبيدز حكينا الفاتس، والفاتس عباره عن 3 فاتي اسيد. طيب بالنسبه للواتس، شو هو الواتس؟ بحكي لك نفس الفات زي ما ذكرنا، ولكنه composed of much longer fatty acids. إذا الفرق بينه وبين الفات إنه أطول، ماشي؟ بناء على ذلك، لأنه أطول يعني في عنده جزيئات كثيرة صح؟ فبصير في molecular attraction between fatty acids، بصير في تجاذب
ما بين هاي الجزيئات كفاتي اسيد بشكل كبير، ماشي؟ لذلك انا لو اجي بدي اذوبه كوارث بلاقي انه لازم احط درجة حرارة عالية عشان اذوبه او اصهره، بسموها هاي ميلتنج بوينت، درجة غليان، درجة انصهار او درجة ذوبان اعلى من الفات. ليش اعلى من الفات؟ لانه في موليكولار اتراكشن بين الفاتي اسيد تشينز اللي موجودات جواته، لانه هو ماتش لونجر ذان فاتي اسيد، تمام؟ طيب بعد الوقت عندنا الفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز بيحكي لك نفس الفات ولكن من اسمه فوسفيت، بيحكي لك one of fatty acid group is replaced by phosphate group. إذن هم كانوا 3 fatty acids صح؟ صفوا 2 زائد واحدة phosphate صح؟ The structure of this lipid it some interesting characteristics، يعني بيعطي بعض الخصائص المميزة فيه. الإستر هاي اللي ذكرناها فوق في الأعلى، إستر of glycerol تعتبر hydrophilic، بينما الفاتي أسيد يعتبر hydrophobic. هاي مهمة عشان لما تيجي تشوف بالسيل ميمبرين اي ماده مثلا دهنيه بدها تخرج بداخل الخليه تعبر من هون، لانه هذا ليبيد، وهي بتكون اذا كانت زيه بالخصائص هيدروفوبيك مثلا بقدر يعبرها، بس اذا مش هيدروفوبيك لا. اوكي، فمهم قصدي نعرف التركيب عشان نعرف المواد اللي راح تعبر من خلاله. الاستر هاي اللي ذكرناها بتكون هيدروفيليك، بينما الفاتي اسيد يعتبر هيدروفوبيك. طيب اخر واحد اللي هي ستيرويد، فاذا زيها زي الفاتي اسيد، زيها زي الفات اتليست، هو طبعا اقل نوع من انواع الليبيدز اللي ذكرناهم. ستيرويد هاف هاي هيدروجين تو كربون ريشيو، يعني ذرات الهيدروجين اكبر كريشيو من الكربون، ماشي؟ امثله على الستيرويد هاي مهمه وحفظ. All of the following are steroids except، بروح بجيب لك كوليسترول، تستوستيرون، واستروجين، وبجيب لك معها شغله رابعه مثلا. الشغله الرابعه هي مش استيرويد تكون. كيف عرفت؟ انك انت حافظ الاستروجين، حافظ التستوستيرون، وحافظ الكوليسترول، يعتبروا امثله على الاستيرويد. اوكي؟ طيب الكوليسترول نعرفه نوع من انواع الدهون. التستوستيرون هذا هرمون الذكوره صح؟ والانوثه اللي هو استروجين. طبعا احنا عندنا هذا وعندنا هذا كرجال ونساء، لكن احنا كذكور هذا عندنا اياه اكثر بكثير من الاناث، وعندنا هذا اقل بكثير من الاناث، تمام؟ والعكس صحيح بالنسبه للاناث. الان اخر جزء في المحاضره اللي هو الووتر، ال H2O. ما له الووتر؟ بيحكي لك ووتر هاز ماني يونيك بروبرتيز ذات ميك ات اسينشال فور لايف، عندها العديد من الخصائص التي تجعلها ضروريه جدا للحياه. Most of water's unique properties are result of the hydrogen bonding between water molecules. العديد من هذه الخصائص ناتجة بسبب الهيدروجين بوندينج بين الواتر موليكيولز، تمام؟ مهم جدا تعرف هسه هاي الهيدروجين بوندينج هتعطيني خصائص رح نحكي عنها في الأسفل. أوكي؟ طيب بعد هيك بحكي لي water is an excellent solvent، يعني مذيب ممتاز. When ionic compounds، ركز معي هسه، كونه مذيب ممتاز راح يذوب ايش؟ المركبات الايونيه متأينه، يعني عندها شحن صح؟ بليز ان ووتر بصير لها ديزولف اور سيبريت، يعني انت لو هاي ووتر حطيت فيها مركب ايونيك كومباوند راح يذوب جوا المي، اوكي؟ اما ديسوسييت او سيبريت بتفكك. طيب بالنسبه للكوفيلنت بوند كومباوند بحكي لك لو كان مركب كوفيلنت بوند بولر، بولر يعني شو حكينا؟ مشحون، خلاص اربط مباشره انه راح يذوب في الماء، ماشي؟ يعني عنده شحنه، يعني راح يصير ديزولف في الووتر، بينما يعني لما يكون نون بولر يعني ما عليه شحنه معناته نوت ديزولف ان ووتر. هاي مواضيع اسئله، ماشي؟ فاذا المركبات اللي بتذوب في الماء حكينا هنا ايونيك وبولر كوفيلنت، اوكي؟ طيب بحكي لي هنا ككلام مكرر بولر كوفيلنت بوند هايدروفيليك يعني ووتر لافينج، نون بولر كوفيلنت يعني هايدروفوبيك يعني ووتر فيرنج، ماشي؟ بحكي لك ووتر هاز هاي كوهيشن، يعني هاي الووتر عندها قدره على الترابط بشكل كبير، ماشي؟ طيب بحكي لي هون individual water molecules tend to stick with other water molecules بسبب الهيدروجين بوندينج زي ما حكينا، تمام؟ هاي الهيدروجين بوندينج بتكون لي خصائص مهمات احفظوهم. اول خاصيه surface tension، التوتر السطحي. الخاصية الثانية capillary action، خاصية شعرية.
تعالوا نشرح كل واحدة. التوتر السطحي طبعا هاي سيلف اكستنشن سترونج كابيلاري عشان نحفظهم زي ما هم هاي سترونج. بالنسبة للسيلف اكستنشن بتلاقي مثلا مرات السطح تبع الماء فيه زي سطح هيك، لو اجت حشرة تمشي عليه بتقدر تمشي صح؟ او لو حشرة ماتت مثلا بتلاقيها تطفو على السطح. اللي يصير هون بحكي لك ووترز هاي سيرفيس تنشن هو اللي بيسمح لبعض الحشرات انهم يمشوا على سطح الووتر وكأنه في سطح. بين الخاصية الشعرية لو انت مسكت مثلا انابيب، هاي طلع وهذا ارفع من هذا ارفع من هذا صح؟ بحكي لك لو مسكتهم وغمرتهم في صندوق فيه مي وهذا مستوى المي اللي فيه، بتلاقي والله الووتر هنا اعلى من مستوى السطح تبع هذا الصندوق، هون برضو اعلى بس اقل، هون برضو اعلى بس اقل منهم كلياتهم. اوكي بحكي لك هنا انه هاي بسموها الخاصيه الشعريه strong capillary action is what allow the liquid level in a straw اللي هي زي مصاص خلينا نحكي to be higher than that in the surrounding drink، تكون اعلى من الدرينك اللي حواليها. تمام using hydrogen bonding شو اللي بيصير، شو اللي خلاها تكون اعلى؟ بحكي لك في روابط هيدروجينيه بجزيئات بين جزيئات الماء صح؟ فبحكي لك كل جزيء ماء هون بيجي بحاول يرتبط مع جزيء ماء في الاسفل برابطه هيدروجينيه وبيسحبه للاعلى، برد بيرتبط مع واحد في الاسفل برد بيسحبه للاعلى وهكذا عشان يصير مستوى المي هون اعلى. فيوزن هيدروجين بوندنج ووتر موليكيولز اتراكت اذر، يعني بتجذب الاخريات اب ذا سايدز اوف ذا سترو سايدز اوف ذا سترو. This effect is more noticeable in thinner straws. يعني هذا التأثير تلاحظوا بشكل أكبر وين؟ بالمصاصات الأنحف، عشان هيك حكيت لكم هاي أعلى من هاي أعلى من هاي صح؟ طيب آخر شيء بحكي لك هون water has a high specific heat capacity، يعني هي بدها حرارة عالية كثير عشان تغلي وحرارة واطية كثير عشان تتجمد على سبيل المثال. أوكي فهي عندها قدرة أو بتحتاج specific مثلا هيت عشان تسوي الاكشن اللي بدها اياه. It takes a lot of energy to change temperature of water، يعني انت بدك تعمل او تصرف العديد او يعني مقدار كويس من الطاقه عشان تغير من temperature تبع الووتر. طيب ايضا بحكي لك معلومه بديهيه انه انت لما تتعرق الجسم تبعك ماله بيستخدم الووتر كمبرد ماشي، فعن طريق الووتر انت بتروح تخسر حرارتك. بعد هيك بحكي لك the evaporating water removes heat with it، يعني المي اللي بتتبخر بتشيل الحرارة معها صح ولا لا؟ طيب at night بحكي لك هون at night the oceans are a good insulator، يعني المحيطات بتحاول تبخر المي ببطء عشان تحاول تبرد. اوكي The energy that the sun spent in heating the water all day is slowly released into the night. يعني هاي المحيط طول النهار الشمس عم بتحاول تسخن فيه، هو بيستغرق طول الليل عشان يبرد برضه يطلع هاي الحرارة. Okay. Hydrogen bonding arrange water molecules into a hollow cells when water freezes making it less dense than liquid water. بمعنى انت لو مسكت جنيت مي وحطيتها بالفريزر شو بصير بحجمها؟ تحكي لي راح يكبر صح؟ وفعلا هذا اللي بصير، لذلك انت لما تيجي تعبي جنينه مي ما بتعبيها كلها، بتعبيها بتخلي في مسافه مساحه فاضيه عشان لما تحطها بالفريزر تتمدد المي براحتها ما تنكسر الجنينه. طيب شو السبب؟ بحكي لك هذا قانون الدنسيتي تساوي اللي هي الكثافه تساوي الكتله على الحجم مظبوط، كتلة على الحجم. فهنا انا لما كبر الحجم تبع الووتر لما تجمدت في الفريزر شو صار بكثافتها؟ قلت مظبوط. بينما لما كانت ليكويد، لما كانت ليكويد حجمها شو ماله؟ كان اقل وبالتالي كثافتها اعلى، وهذا اللي بيحكي لي اياه. هنا انت لما تيجي تقارن بين جزيئات الماء لما تكون مجمده ولما تكون ليكويد شوف هنا ووتر هنا ايس، بالووتر كل ثنتين مع بعض كل ثنتين مع بعض، بينما الايس شو سوى؟ ربطهم كلهم مع بعض فاخذ حجم اكبر. اوكي فهذا اللي بيصير في الووتر.
حياك بفضل الله عز وجل بنكون خلصنا المحاضرة، أتمنى أنها كانت سهلة عليكم. وأتمنى أني وفقت في توصيل المعلومة لكم. أي سؤال بدكم إياه خبروني وأنا إن شاء الله جاهز وبالخدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.